بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل أن تفتتح السنة الجامعية بتظاهرات علمية وتهتم بنجاحات علمية على ضوء التظاهرات العلمية، وأولاً فقط بشكر السادة الحضور من مختلف جامعات الوطن المقدر ب 17 جامعة وطنية، ونتمنى لهم إقامة طيبة. كما نشكر حضور طاقم جامعة جامعة ممثل في العميد ورؤساء الأقسام وأساتذة وطلبة الكلية، وأيضاً طاقم رئاسة الجامعة ممثل كرئيس الجامعة ونائب العميد المكلف بالعلاقات الخارجية. طبعاً هذا الملتقى يضاف إلى قائمة الملتقيات التي دارت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية على تنظيمها، وأقولها بكل فخر واعتزاز. كل تظاهرة علمية تقام عندنا في جامعة إلا ويمتد ضياؤها إلى جامعات أخرى. طبعا هذا الملتقى في قسم علوم التسيير، الذي يتشرف في كل مرة طرح أحد الإشكاليات المطروحة على مستوى القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والجامعات المحلية ومختلف الإدارات العمومية. طبعا هذا الملتقى يقيس ويتضمن برامج المشاريع، طبعا القطاعات، ميزانيات، لماذا هذه الميزانيات تبقى في بعض الأحيان، هذه الميزانيات تبقى ولا تصرف وترجع في الاعتمادات الثانية. طبعا تدخل الكلية علينا باعتمادات ثانية مخصصة طبعا لهذه التطورات العلمية. تنوع هذه الملتقيات في هذه الكلية طبعا يعني بكل بساطة أن الجامعة قراءة خارجية لمختلف المشاكل والقطاعات. أحد طبعا هذه المشكلات هي مشكلة الموازنة السفرية ودورها في ترشيد النفقات الواقع والآفاق، وحتى يتم شرح الإشكالية ندعو رئيس الملتقى الدكتورة معالية الشمسية لتقديم ملخص طبعا لحول هذه الإشكالية، فلتتقدم مشكورة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الحضور الكريم من أساتذة وذلك أقوم بترحيب بسعادة رئيس الجامعة وذلك الكلية والمواليه. كذلك أقدم الشكر الجزيل إلى جامعاتنا التي ساهمت في توفير الإمكانيات المادية والجسدية لإنجاح الملتقيات سواء الوطنية كانت هنا أو الدولية. كما أقدم كذلك الشكر الجزيل إلى قسم علوم التسيير ورئيس قسم علوم التسيير ومواليه، وكذلك إلى اللجنة القانونية الذين قاموا بالمساهمة في إنجاح هذا الملتقى وتنظيم عملية تنظيم هذا الملتقى. بالنسبة للملتقى، أول شيء أود أن أنوه وأعرج قبل البداية في شرح إشكالية هذا الملتقى. أولا، هذا الملتقى هو دور الموازنة السفرية كمفهوم ومفهوم قديم. دونك سي داتي دو 1924، يعني في تاريخ 1924 أول ما طبق هذا المفهوم وهذه الموازنة هي المملكة المتحدة أو البريطانية. يعني أن حدثة هذا الموضوع هي ليست بالجديدة، لكن الحدثة أين تكمن؟ الحدثة تكمن بالنسبة للوضع الحالي بالنسبة للجزائر. هذا الموضوع هو موضوع تم استهلاكه وتم تطبيقه وتم تطويره وتطويره من قبل باحثين قدر. لكن يبقى الآن الجديد بالنسبة لهذا الموضوع أو تناول هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسات الجامعية الجزائرية وكذلك بالنسبة للرسائل. إذ يبدأ عن تقريبا وجود رسالة جامعية تتحدث عن الموازنة الصفرية كدور في ترشيد النفقات العمومية. إذا الأول يعني ليست هي بادرة، هي أول بادرة يمكن إطلاقها بالنسبة لجامعة جامعة بالتحديد قسم علوم التسيير. النقطة الثانية التي أود أن أعالج عليها هي بالنسبة للمشاركات المقدمة من الأساتذة. الملاحظ أنه كانت المشاركات متواضعة. لماذا المشاركات متواضعة؟ هو نتيجة حدثة هذا الموضوع. قلة المراجع، وأغلب هذه المراجع هي متواجدة باللغة الإنجليزية. يعني بادجت زيرو، يعني وهو المعمول معمول به أنه أحيانا كأساتذة اعتمدوا على مراجع هي موجودة باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. كموضوع متوفر من الناحية البيداغوجية، من ناحية المراجع، ومتوفر كذلك من ناحية استهلاك هذا الموضوع. النقطة الثانية اللي أود أن أشكر الأساتذة الذين قبلوا المشاركة ودعم هذا الموضوع.
وفي عدة رؤساء مصالح في الإدارة. بالنسبة للموازنة الصفرية كمفهوم، أين انطلق مفهوم الموازنة الصفرية؟ انطلق مفهوم الموازنة الصفرية ابتداء من المؤسسات، يعني السابق إلى بعد تطبيقه مباشرة كان على المؤسسات الاقتصادية. ابتداء من تاريخ كما وضحت سابقا والآن فهم بسنة 1924 من طرف هيلتون ليان في ولاية في بريطانيا. ثم انتشر هذا المفهوم، يعني بهدف ماذا؟ هذا المفهوم هو بهدف ماذا؟ هو بهدف ضبط النفقات والرفع من ماذا؟ إنتاجية الفرد. لذلك بين قوسين انه احنا معروف بالنسبه للاقتصاد، الاقتصاد معروف بالدبل تي، ندره الموارد، ندره الموارد. اذا نحن بحاجه الى ماذا؟ نحن بحاجه الى الحفاظ على هذه الموارد، بقلومنتان انهاز، معناها نحتاج الى تعزيز هذه الموارد. كيف يتم تعزيز هذه الموارد؟ يتم تعزيز هذه الموارد بوقايتها عن طريق ماذا؟ عن طريق اليات رقابه فعاله. الموازنة الصفرية هي تعتبر من بين آليات الرقابة الفعالة على ماذا؟ على الإنفاق العام. طب احنا في خاصة في هذه الآونة أن الجزائر تعرف إشكالية ماذا؟ إشكالية تدهور احتياط الصرف. طب احنا نحتاج تدهور احتياط الصرف. طب احنا الإشكال هو في ماذا؟ هو الإشكال في توفير دخل محدد لتغطية هذه النفقات. الإشكال موجود على مستوى المداخيل الآن، ما هي الآليات الممكنة لرفع من المداخيل أو رفع من الإيرادات؟ وكما عندنا عدة آليات، لكن الملاحظ بالنسبة لهذه الآليات عوائدها تكون على الأقل على 5 سنوات، يعني من فترة تمتد من 5 سنوات طويلة الأجل. إذا نحن بحاجة من هذه إلى ماذا؟ أن ننتج آلية للتسيير تكون على المدى القصير. على المدى القصير لماذا؟ للحفاظ على ماذا؟ على العملة الصعبة المتفجرة. الرفع من الإيرادات من ناحية تسيير المخزون من الاحتياط الصرف، ومن ناحية كذلك ماذا؟ لأن نحن معروف لدينا بالنسبة للموازنة العامة أو الموازنة الصفرية كل يوم تتشكل من قسمين أساسيين، القسم الأول المرتبط بالإنفاق والقسم الثاني المرتبط بالإيرادات. إذا تحدثنا عن الإيرادات نجدها الإيرادات تتشكل من الإيرادات من العملة الصعبة اللي هو الاحتياط الصرف، والمتخمس هو كل الثانية تتكون من إيرادات الدولة من الضرائب. طب وهو معروف بالنسبة للجزائر والوضع الحالي للجزائر، طب على التهرب الضريبي بما يقارب 70 مليار دينار، ويصعب على الإدارات الضرائب ومفتشيات الضرائب تحصيل هذه المبالغ، تبقي على إشكالية تحصيل هذه المبالغ. الإشكالية الثانية انه لا يمكن الحديث عن اقتصاد رسمي، وانما يمكن الحديث عن اقتصاد غير رسمي، اين هناك مجموع اموال مثل الاموال تدار في الاسواق الغير رسمية. طب بالنسبه للجزائر بين منطقه والسودان، بين منطقه انخفاض احتياط الصرف، لا يمكن ان نخرج الى عده عوامل التي تؤثر على انخفاض احتياط الصرف، ومن جهه اخرى عدم تمكن الهيئات الرقابة على مدى على تفعيل آليات الرقابة على أداء المؤسسات لتحصيل المبالغ. دونك أنسان إكزومبل نحط أنسان مثال بسيط على بالنسبة لمؤسسة سونارغاز لها لديها ديون ما تقارب 60 مليار لدى البنك. 60 مليار هي كفيلة بالديفيسيت تجاوز العجز في موازنة الدولة. إذا هنا لا نيسيسيتي أو ضرورية التزام أو تغيير اتجاه الاداره، التفكير الاداري بالنسبه للوحدات الحكوميه. التفكير الاداري بالنسبه للوحدات الحكوميه هو الاعتماد على الموازنه الصفريه، يبدا الان من نقطه اساسيه، من نقطه التخطيط الاستراتيجي، بمعنى وضع اهداف استراتيجيه. هذه الاهداف الاستراتيجيه كفيله بماذا؟ كفيله اولا بترشيد الانفاق. كيف يتم ترشيد الانفاق؟ هو باختيار البرامج الاستثماريه ذات الفعاليه، بمعنى ان تكون هذه البرامج بماذا؟ تحقق لنا مردود على فتره متوسطه الاجل. النقطه الثانيه هي تتحدث حول ماذا؟ تحديد التكلفه كوست، يعني هو مفهوم غائب تماما. نحن حاليا معروف به في نظام المحاسبه الحكوميه، هو فقط عن ما يسمى بالامن بالصرف والمحاسبه الحكوميه، والامن بالصرف لا ينظر في ماذا؟ في فعاليه النفقه فقط، صرف النفقه.
بالمقابل المحاسب العمومي يقوم بالتسديد النفقة. نحن بحاجة إلى تغيير هذا التفكير. من المفروض أن يعني لدينا مسمى بالمراقب المالي. المراقب المالي في القانون أقر له صفة أساسية متمثلة في ماذا؟ متمثلة في النظر في نفق في الشرعية وملائمة النفقة. الشرعية والملائمة بمعنى أن تكون هذه النفقة لديها قانون. الإشكال الثاني بالنسبة للموازنة الصفرية هو التخطيط الاستراتيجي. هذا التخطيط الاستراتيجي بطبيعة الحالي يحتاج إلى مجموعة إمكانيات، ومبدأتهم عن الإمكانيات أن كل قرار استراتيجي بمقابله ماذا؟ ممكنات. كل قرار استراتيجي لديه ممكنات. ما هي هذه الممكنات؟ دونك نحكيو على يسمى الكابيتال، كابيتال ممكن هيومن كابيتال ممكن يكون يسمى لدينا رأس المال البشري وكذلك رأس المال المادي. رأس المال البشري تتحدث عن الكفاءة، كفاءة البرفورمانس، كفاءة أداء الأشخاص المكلفين بالتسيير وإعداد هذه الميزانيات. فالكيستيون برينسيبال أو السؤال الجوهري الحديث عن كفاءة هذه الموارد البشرية التي تعودت على روتين زمني لعمل العمل في إعداد الموازنات. النقطة الثانية هي تتمثل في الممكنات المالية. الممكنات المالية يعني إعداد لوجستيك الممكنات المالية في ماذا؟ تتمثل في الممكنات المالية متمثلة في توفير محيط للعمل اللائق في هذه الموارد البشرية وكذلك اللوجستية. النقطة لماذا اللوجستية؟ لأن لابد أن الموازنة تعتمد على مبدأ أساسي هو مبدأ الإفصاح. الإفصاح المحاسبي ونشر المعلومة. إذا في هذه الحالة عملية الإفصاح ونشر المعلومة تحتاج إلى لوجستيك، يعني خدمات، وهذا اللوجستيك هو في حد ذاته يعتبر استثمار بالنسبة للدولة ويضاف إلى أعباء ويعتبر كعبء بالنسبة للدولة. إذا باختصار الموازنة الصفرية بتطبيقها في الجزائر، هل يمكن عملية إمكانية تطبيق الموازنة الصفرية في الاقتصاد الجزائري؟ ما هي ممكن الآليات المقتبسة من تجارب بعض الدول الناجحة، خاصة لأن الجزائر تعتبر كدولة نفطية تعتمد بالأساس على البترول؟ ممكن نبحث على الدول أو تجارب الدول التي تكون بنفس السياق، بمعنى أن الإيرادات تتكون أساسا من البترول. النقطة الثانية نبحث في كيفية تطبيق أو تغيير نظام المحاسبي بما يتوافق ويتماشى مع أهداف الفيلية الحفاظ على المال العام من التسرب من الاختلاس وكذلك الحفاظ على العملة الصعبة. نقول الحفاظ على العملة الصعبة بمعنى توجيه هذه الموارد نحو الاستثمارات المنتجة، نحو الاستثمارات الفعالة efficient investment. هذا هو التيرم اكزاكتلي اللي نحب نبحثوا عليه. نبحثوا على البرامج الاستثماريه الفعاله وليست برامج استثماريه فقط بهدف الانفاق. بدنا شكر الاستاذه عياش السيني التي هي يبدو انها اندمجت الكثير في هذا المقال. اذا هي مشكوره على هذا الاقتراح، وندعو رئيس الجامعة الأستاذ دكتور أقول للقاء أو الافتتاح طبعا هذا الملتقى ليتفضل مشكورا على ذلك. حاجتين قالت المستوى ما ياش مشكور على المداخله، يعني
كمسير احنا نتكلم، وهي حضرت كده كلمتين راح نتحدث عليهم ان شاء الله في كلمتين. الاولى هي خضوع الساعة بتاعكم، والثاني على اللغة الكوميونيكاسيون وهضرت على الانجليزية والله الفرنسية. انا راح نتكلم اولا على انا يعني الكوريكولوم بلش عدة سواء اساتذة ولا طلبات كنا نهضروا على الموازنة هذي. احنا نزورهم بيجي بيجي تعرفوا يجي بعض الشابيتر ومن بعد احنا اللي نقسموا الشابيتر هذاك حسب الاولويات اكسترا. يعني بصح احنا مقيدين يعني مؤسسة ككل، يعني عندنا بروجرام داكسيون هذاك المخطط التنمية المؤسسة ساعات بيروح مكتوب في الايدي. خلينا ما نهضرش من العمليات المسجلة الوطنية، يعني نسجلوا عمليات أخرى وطنية في إطار تنمية المؤسسة، بصح كي في إطار ميزانية تسير تاع المؤسسة، احنا مكتوفين أيدي يعني، حتى يعني ساعات حتى فيما يخص حتى التربص الطالب يعني الآخر يعني يجب نزيد يعني هي عملية بيداغوجية لحظة، بصح حتى في البن هذاك تولي ناقص، يعني لازم حتى التخصص تولي تعمل حتى على الماتيريال. وصلت في كليات ما قلنا له مقصود في عدد الايام نروح للمصدر نفهم ما عندناش حتى باش نخلصوا دونك يعني وصلت واحد العوام عندنا بزاف. يعني حبيت نقول لكم راح مقيدين مهما يكون عندك ان بلان دو ديفلوبمون تاع المؤسسه بصح كلدين راح تبقى مقيد. هذا يعني على الموازنه بيان سور لازم تدخل كلدين الميزانية اللي عندك، ما تجيش تصرف دولار في سيت تاع الميزانية الصفرية ما فهمتش كل شيء نفاصيل ولا زاد زيرو وش حفظوا كيما يقول لك على حسب المفهوم اللي فهمتو. فيما يخص اللغة، سيكون كيما العلوم الإنسانية والاقتصاد واللغات والآداب والعلوم والحقوق والعلوم، أنا لا أشك ان هناك طاقات كبيره وكثيره جدا، وعندنا يعني كفاه ناس مميزين يجيو هنا ندخلوا في الكاتكازم تاع العربي ونبقاو في بعضنا غير في المجتمع العربي العربي، والله الجزائري الجزائري لا راه مش عربي العربي، لازم تفتح وانت فاتح يكون غير باللغات. دونك حنا غادي نقراو في لبنان وهنا الداخل يعني في كي نشوفوا في المؤسسات الاقتصاديه كلها بالفرنسيه صح ولا لا؟ كيف هذا الابن تاع هذا المنتوج تاعنا اللي هو الطالب يروح لمؤسسه اقتصاديه تخدم 100% بالعربيه بالفرنسيه كيف يقرا؟ هل هذا انا ما نظنش دونك احنا لابد علينا نخرج منتوج يتوافق مع المحيط السوسيو اقتصادي هذا تاعنا. حنا درنا هنا داير البول اللي درنا سمينا البول بول بروفيسيونيل القطب قطب العمل قطب التشغيل نسميوه مشتع فيه عدة هيئات درناه غير باش نتقارب بالمؤسسة. إذا كنا احنا نلقاو في العربية وتاع المؤسسة يجي يقال ما يفهمكش اسمعوني أنا نهضركم بال كما نقولوا احنا بالعامية غير هذا. إذا كان هذا السيد هو عنده لازم ندخل احنا حتى احنا ما نكونش ندخلوا في العوالم، مش بس لازم نعرف نكومونيكي مع الناس هذوما، لازم نديروا طاحن المنتوج تاعنا يعرف يكومونيكي مع الناس هذوما، ما نبقاوش واقفين على بعض، حتى المجلات العلمية اللي ينشر فيها الأستاذ ولا الطالب تاع الدكتوراه هو مجلات جينيرال مونتيكي أفلا كاتيجوري سي، وعلاش أفلا كاتيجوري سي؟ ولا ما يروحش في كاتيجوري بي ترجم احنا كل مترجم ولا نقول ونعاود احنا كل مترجم حناش ما نعرفوش كل اللي جمع التكنولوجيا والله العلوم كلها يترجم جلها ما يتقنوش يعني الانجليزيه يعني بفصاحه يعني بصح يترجموا ويستشيروا حتى مع الاخرين يعني
باغيين في هذوك المجلات العلميه كاين مجلات علميه عربيه وهي حتى هي في لا كاتيغوري دي نروحوا ليها والله في الترجمه الماده الفرنسيه الى الانجليزيه ونشر في مجلات يعني تكون عندها مركز في الكاتيغوري A ولا A بلس ولا ما تبقاوش حاكمين في هذا القرص نشر العربيه احنا ما لقاش النشر الكل انا الواحد يجي يضرب منتوج و 90% تاع المنتوج تاع المؤسسه اللي اعطيها مفروضيه اكبر هو المنتوج تاع الحكومه هذا لا يعني انكم ان المنتوج تاع الحكومه الانسانيه يعني مش منتوج كيف نقول ذو شوطه احنا اللي حابين نروحوا نتبعوا في الضعاف لا لازم تبعوا اللي اكثر منا ديما تبعوا اللي اكثر منا وهذا انا نحكي فيه بزاف بزاف لازم هذو زملائنا خاصه وطلبة الدكتوراه ينشروا في المجلات القيمة العلمية في الكاتيجوري A والB وما يروحوش الكاتيجوري C كاينين حتى بالعربية وهم في الكاتيجوري B فوق بلوس B وحنا قلنا حتى عندنا حتى كيف نقولوا كتالوج تاع هذه المجلات ونحن ننشروا حتى باش نسهل أبنائنا خاصة تاع الدكتوراه اللي هو العمر عليهم هما القاطرة تاع البحث والمخابر هذه اللي ننشئها وكل ما تكونش فيها هذه القاطرة تاع طلبة الدكتوراه مش قاطرة الأستاذ يعني الأستاذ بعد عدة سنوات ما يكونش عنده له منتوج كطالب دونك نحثكم بزاف على هذا دونك البلاد تاعنا تعرف يعني انتم على بالكم لازم لنا المونتاج الايكونومي في البلاد هذه يخدمها صح ونقوم بها لازم المونتاج لازم لنا ريفوليسيون احنا ما نبقاوش نعاونوا غير على المحروقات وشكون اللي عندنا راه نعاونوا اذا كان الجامعه الجزائريه مش ماشيه مع الاقتصاد ومش ماشيه مع المجتمع لازم نكون احنا قاطعه على المجتمع ولازم هذه الكلية تاعكم في الاقتصاد والتسيير تكون هي القاطرة ما نعاونوش حتى واحد اخرين ما نعاونو حتى ادوات لازم نعطو الشمر ونعاونو على رواحنا نعرف في المدة تكون مطبقة فينا عندنا في التسعينات اللي يعرف لاكوفاس في التسعينات لاكوفاس هي مؤسسة فرنسية يقولوا تأمل tout ce qui est transaction. C'est un fort. Tout le monde est un fort. Faites ces dates, c'est un pays à risque. Il faut nous faire essayer de soldats. C'est un pays à risque. Je sais, là, il n'y a pas de ménage. 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 أنا في هون فيها أستاذ أخبرني وفي الرواية أذكر الخير عمرين كانت أحنا عملية من 92 قررنا باش نجي بهم 92 سمعوا ليه حتى 98 باش قدرنا ننجحوا هذيك الصفقة تاع شراء الأدوية حتى انترفيو الوزير أعطينا دراهمنا هكي خرجنا دراهم من البنك وبعدنا من البنك الآخر بدون اي غارونتي يعني ما عندنا حتى غارونتي من غير القفل بصح في الوقت هذاك في الست سنين ولا يعني احنا مش نلقاو 8 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين وحنا نستناو باش تدخل لنا هذيك الالات وروحوا شوفوا لي زاتيلي نظرتوا لنا هنا في الفكره تاعنا روحوا شوفوا لي زاتيلي تاعنا ولي لابوراتوار تاعنا تلقاو اللي راهم تجمعوا بالبريكولاج كيما نقولوا بلاش بريكولاج طرف واحد بصح الوقت هذاك الدي بي مازال مشير ودي دي بي تاعي بيرفورمون عاونا على روحنا دونك ما نبقاوش معاونين نعاونوا على الخارج هو ما يعطينا ولا الاول دونك لازم نعاونوا على روحنا وبيدو لازم تكون عندنا اون استراتيجي دو ديفلوبمون تاعنا تاع الوطن ككل والمؤسسة اذا كنا المؤسسة الوطن والله انا سو في مدني على كير هذا اللي كان
أريد أن أقوله. ثانية أشد ترحابي بالإخوة اللي جاوا من خارج الجامع ديالهم، وأتمنى لهم إقامة طيبة بيننا، وإن شاء الله راح يكونوا يستفيدوا ويفيدوا مننا طلبة وزملاء الأساتذة. كما لا يفوتني أن أشكر هيئة التنظيم الأستاذ عياد وكل الطاقم تاع هيئة التنظيم واللجنة العلمية التي دأبت على اختيار هذه المواضيع اللي راح تلقى أمام مستمعيكم. شكرا على حسن الاتصال و